يعني ايه صوتك شهادة؟ يعني ايه صوتك في الانتخابات الجاية دي ممكن يبقى شهادة زور؟ شهادة زور لو ما دققتش واخترت صح. عارفين كلنا الكلام اللي على شهادة الزور، وان هي من اكبر الخطايا ومن اكبر المعاصي. ممكن شهادتك تبقى شهادة حق وممكن تبقى شهادة زور. ازاي تبقى شهادة حق؟ لازم قبل يوم الانتخاب اعرف يعني ايه انتخاب بالقايمة ويعني ايه انتخاب فردي علشان اعرف صوتي هيكون صح ازاي. لازم اعرف كل مرشح، اصله وفصله، تاريخه، اخلاقه، ذمته المالية، عشان ما ندخلش مجلس الشعب تجار مخدرات وساقطين اعدادية وحاجات كتيرة من اللي كانت بتدخل المجلس واحنا اللي بندخلهم ونقول اصل ما كناش نعرف. لازم اعرف كل مرشح برنامجه ايه، ناوي على ايه، هيأيد الحكومة في ايه وهيعرضها في ايه، رأيه ايه او برنامجه في موضوع البطالة او في موضوع العلاقة بين الشرطة والشعب او في التعليم او في غيره. لازم اعرف برنامجه اللي على اساسه انا هنتخبه، لاني مش هنتخب واحد على اساس ان هو بلدياتي او قريبي او من المنطقة اللي انا منها. مش هنتخب واحد على اساس انه بيصلي معايا في الجامع او بيصلي في الكنيسة، لا، هنتخب واحد اعرف ان هو على كفاءة وعلى امانة هيدخل المجلس عشان يعمل الدور اللي بيعمله المجلس، بيصوغ القوانين، بيراقب تنفيذ القوانين، وبيحاسب المخطئ من المسؤولين. هم دول اللي احنا هنختارهم اللي هيقوموا بالدور ده صح. كده شهادتي ممكن تبقى شهادة حق. لازم نخلي بالنا ان في ناس كتيرة داخلين المرة دي الانتخابات مرشحين ناويين على قديمه، ناويين على البلطجة، ناويين يشتروا اصواتنا بفرخة وبخمسين جنيه، وممكن ناس مننا تنخدع وممكن ناس تنتخبهم، ساعتها هتبقى شهادتهم زور. الانتخابات شهادة حق، الانتخابات مصير شعب ومستقبل بلد. صوتك مش بيعة وشروة، صوتك مش مجاملة، صوتك شهادة. خليها شهادة حق وما تبقاش شهادة زور.